بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا حبايبي بأصور لكم بإذن الله محل يا بلاش مكة المكرمة العتيبية شارع الجزائر. حبايبي محل يا بلاش من المحلات المشهورة المعروفة، في العديد من الأقسام، لكن اخترت اليوم إني أصور قسم ألعاب الأطفال لأننا داخلين على نتائج بعد الاختبارات. بإذن الله تشوفوا الألعاب الموجودة وأسعارها، تاخذوا فكرة اللي تبغى تشجع أولادها. يلا تعالوا ندخل نشوف الألعاب وأسعارها. يلا أحباب بسم الله نبدأ من هنا. إيش رأيكم نبدأ من ألعاب الأولاد لأننا صراحة مقصرين معاهم. شوف حبايبي هنا السيارات، هذه أحسن زي هذه السيارة حبايبي زي ما أنتم شايفين طقم. هذه السيارة بتشتغل بريموت. خلاص حبايبي أوريكم، شوف السعر 23 ريال. خلاص حبايبي 23 ريال لهذه السيارة، ايش رايكم في سعرها؟ والله سعرها حلو. طيب هنا هذه السيارة يا حبايبي 34 ريال. شوف هذه السيارة مميزة ايضا بالريموت، تعمل بالريموت بالبطاريات. خلاص حبايبي هنا عندنا ايضا مجموعة السيارات، شوف لكم اسعارها، اسعار متقاربة. هنا حبايبي السيارة الحمراء 33 ريال. خلاص الاولاد مرة يموت في هذه الاشياء. السيارة الزرقاء حبايبي 32، اللي بعدها الحمراء ايضا 32. عاد لا تقولوا لي يعني ايش الفرق، انا ما ادري، هي مسعره كده وخلاص. خلاص حبايبي عشان ان شاء الله كلكم باذن الله تشتروا لاولادكم. شوفوا هنا حبايبي سياره النجده ايضا هذه بالريموت، هنا زي ما انتم شايفين 24 ريال. خلاص حبايبي هذه السعر شامل الضريبه. هنشوف السياره اللي بعدها هنا 23 ريال، السياره الحمراء ايضا بتعمل بالريموت، هنا 23 ريال، هنا ايضا 23 ريال. شو حبايبي هنا هذه السيارة بس نقلت محلها عشان اوريكم هي، شوفوا كيف السيارة وينيت، والله سعرها حلو 20 ريال. حبايبي ايضا تعمل بالريموت. شو حبايبي ايضا هذه السيارة الحمراء، سيارة برتقالي، كلها هذه ب20 ريال. خلاص حبايبي ايضا نفس الأولى ب20 ريال. عاد نشوف هنا كمان عندنا السيارة الصفر كده بريموت برضو يا حبايبي 20 ريال. هنا عندنا دي السيارة أيضا بالريموت بس هنا السعر 22 ريال. خلاص حبايبي اللي بعدها أيضا شوفوا يعني سيارات مختلفة 22 ريال، أيضا تعمل بالريموت. اللي بعدها الحمراء أيضا واللي بعدها 22 ريال أيضا. يا حبايبي هنا كمان معانا دي السيارة زي ما انتم شايفين السيارة الصفراء واضحة عندكم، هنا 23 ريال. خلاص حبايبي خلاص اسعار يعني حلوة، هنا 34 ريال حبايبي هذه السيارة 34 ريال، الحمراء ايضا 34 ريال. خلاص حبايبي شوف لكم اللي بعدها. شوف حبايبي هذه السيارة المميزة بصراحة ما معاها ريموت، هنا سعرها 27 ريال و75 هللة. شوف حبايبي هنا هذه حافلة الحجاج، هنا 25 ريال ونص، ايضا بتقول الموظفة انها معاها ريموت. خلاص حبايبي انا ما اقدر طبعا افتح الكراتين، اللي واضح زي كده الاشياء اللي واضحة حبايبي انا اقول لكم انه فيها ريموت، اللي ما هي واضحة يعني اسأل او بعدين انتوا تشوفوا. خلاص من حبايبي المزيد من السيارات هنا بريموت 21 ريال، سيارة الزرقاء ايضا 21 ريال. من حبايبي عندنا سيارة شوف كيف شكلها، بس هذه ما ادري بصراحة معاها ريموت ولا لا، هنا 20 ريال يا حبايبي. خلاص تعالوا نشوف شيء ثاني ايضا، شوفوا هذه السيارة المختلفة، ما ادري ما يعني هنا مو واضح معايا ان ما عندها ريموت، هنا 22 ريال. خلاص حبايبي نشوف اشياء ثانية غير السيارات، هنا زي هذه الدبابة يا حبايبي خلاص 23 ريال. تعالوا نشوف ايضا هذا الدباب 17 ريال. حبايبي حبايبي هنا هذه عربات سيارة الشرطة 29 ريال. خلاص حبايبي نشوف الطائرة هنا معانا، طائرة هنا 29 ايضا، عندنا الدباب ايضا 29 ريال. في حبايبي عندنا هنا طائرة 14 ريال، زي ما انتم شايفين 14 ريال. حبايبي عندنا هذه الشاحنة أيضا 50 ريال. حبايبي هذا الطقم شاحنة معاها الريموت، هنا 32 ريال. حبايبي حبايبي هذه الدبابات، هذه كلها طبعا بالبطارية تشتغل، هنا 14 ريال، هنا الدبابات حبايبي 12 ريال.
خلاص اشوف لكم هنا كمان هذه الطائرة هنا حبايبي 8 ريال. طبعا يا حبايبي عشان اختلاف الوضع المادي للأسر أنا بحاول يا حبايبي أجيب لكم أشياء مختلفة أسعار مختلفة. خلاص حبايبي مثلا زي هذه السيارة هنا حبايبي 14 ريال، هذه غالبا بدون بطاريات يا حبايبي، خلاص في الغالب بدون بطاريات. أشوف لكم هذه أيضا اللون الأسود هنا أيضا 14 ريال حبايبي، 14 ريال هذه السيارة. كل إنسان يعني نشجع أطفالنا على قد ما نقدر. خلاص حبايبي شوفي حبايبي هذه السيارة حلوة، خلاص حبايبي هنا 23 ريال، خلاص حبايبي 23 ريال أيضا، والله حلوة يعني كل إنسان حبايبي يشجع أولاده على قد ما يقدر. شوفي حبايبي أيضا هذه السيارة 22 ريال، خلاص حبايبي هذه بطاريات. ايش رايكم ايضا في هذا الطقم؟ شوف هذه الشاحنة حبايبي اللي كأنها تنقل ايه جذوع الاشجار هنا 14 ريال لهذه الشاحنة، ايش رايكم فيها؟ وهي غالبا من دون بطاريات. يعني حبايبي عندنا كده مجموعة اشياء بحاول اطلع لكم باذن الله واشوف لكم الاسعار، بس بدي اوريكم انه في كمية ما شاء الله من الالعاب، كمية حلوة. خليني بس اشوف هذا الطقم يا حبايبي، شوفوه هنا يعني سيارة صغيرة للإطفاء هنا 15 ريال يا حبايبي. خلاص شوف لكم أيضا شيء مختلف مثلا هذا المسدس حبايبي زي ما انتم شايفين هنا 20 ريال، هذه في الغالب يجيكم بطارية. شوف حبايبي أيضا هذه مسدسات هنا 10 ريال ونص، وهنا عندنا 11 ريال ونص. خلاص حبايبي مسدسات. شوف حبايبي ايضا هذا المسدس هنا 17 ريال. شوف حبايبي تعالوا نشوف شيء ثاني. شوفوا حبايبي هذا الطقم فيه مسدسين وفيه هذه الطلقات، شايفين يا حبايبي هذا الطقم 44 ريال، ممكن يلعبوا فيه اخوين. خلاص حبايبي في حبايبي هذا الطقم الكبير، شوفوا انا قلت مكانه بس عشان اوريكم ما هو، شوفوا يعني كده مسدس كبير كده، شوفوا كيف قديش كبر ومعاه دي الطلقات ومعاه ايضا حيوانين. خلاص حبايبي هنا هذا الطقم ب 21 ريال. حبايبي ايضا عندنا هذه السيارة الونش شايفينها هنا 38 ريال. عندنا ايضا هذه المركبة يا حبايبي 42 ريال، انا احاول اصوركم على قد ما اقدر. بس حبايبي عندنا هنا طقم كمان، لحظة حبايبي عندنا ذا الطقم شوفوا كده يحتوي مجموعة قطع زي ما انتم شايفين هنا يا حبايبي 28 ريال. خلاص كده حبايبي هنا عندنا هذه الجهة كلها تقريبا او اغلبها يعني اطقم للبنات، طبعا يعني اسعار مختلفة زي ما احنا هنشوف باذن الله. شوفوا طبعا محتويات احبابي مختلفة، فانا بشوف لكم بعضها باذن الله. زي هذا الطقم يا حبايبي هنا 10 ريال، شوفوا اشياء التجميل، هنا اشياء المطبخ 8 ريال. بس حبايبي هنا مثلا الاثاث هنا 3 ريال ونص. بس حبايبي اهم شيء رضا النفس هنا 3 ريال ونص، خلي بنتك مثلا ممكن هي تنقي اشياءها بنفسها. خلاص حبايبي هنا مثلا ذا الطقم الكبير الحلو حق مطبخ، شوفوا والله حلو محتوياته كثيرة زي ما انتم شايفين، الثلاجة والبوتاجاز الأنبوبة الغاز، ايش رايكم في ذي القطع الحلوة هنا ب10 ريال فقط. اي سعر اقول لكم هو شامل الضريبة. خلاص حبايبي هنا طقم الأثاث هذا شوفوا كيف ما شاء الله يعني مليان صراحة بالقطع، هنا 9 ريال كمان، ايش رايكم؟ هنا يا حبايبي عربة تسوق يعني تركبوها مرة حلوة يلعبوا فيها الأطفال 5 ريال و75 هللة، صراحة مرة حلوة. شوفوا يا حبايبي هنا هذه العروسة معاها عدة الطبخ 8 ريال فقط. هنا يا حبايبي ايش رايكم في ذا الطقم؟ صراحة أثاث مليان يعني بالأشياء مع عروسة أيضا، تخيلوا سعره كم؟ شوفوا بس المرجوحة دي أشياء مرة حلوة، هنا موقد، هنا ثلاجة، هنا يا حبايبي الشمعدان، يعني في صراحة قطع جدا حلوة. هنا 7 ريال فقط، تخيلوا 7 ريال فقط. هنا يا حبايبي هذه قطعة تجميل أيضا، شوفوا قديش كترها 8 ريال. هنا حبايبي أيضا تجميل 10 ريال، أيضا هنا أشياء للتجميل 8 ريال. خلاص حبايبي
حبايبي هنا هذا الطقم الكبير ما شاء الله. شوفوا هنا العروسة معاها الكثير من الأشياء زي ما انتم شايفين. خلاص حبايبي أشياء المطبخ هنا 13 ريال فقط حبايبي. أيضا هذا الطقم للأولاد، شوفوا المسدس وشوفوا القوس والسهام. هنا يا حبايبي ده الطقم 10 ريال فقط. هنا أيضا عرائس زي ما انتم شايفين، والله أسعار مختلفة. شوف لكم بعضها بإذن الله. زي هذه حبايبي، هذه البيبي 13 ريال. هنا حبايبي أيضا 13 ريال، بس ما أدري بصراحة هل هي هتصدر أصوات تعمل بطارية ما أدري. شوفوا هذه اللي مكسوفة أو لابسة نظارة. هنا حبايبي 11 ريال ونص بالنسبة لهذه العرائس حبايبي. هنا 21 ريال. أنا جلست في الأرض علشان إيش أصور لكم، هذه مرة تحت يعني لا تجي واحدة تقول لي بينتي الأشياء أكبر من حجمها. خلاص حبايبي أنا جالسة هنا في الأرض عشان الأشياء هذه تحت. هنا 22 ريال حبايبي لهذه الدمية. شو حبايبي هنا مثلا هذه الحقيبة يعني مليئة بعدة أشياء، هي على شكل بومة. خلاص حبايبي هنا ب 12 ريال. خلاص حبايبي صور لكم أشياء مختلفة. هنا معانا حبايبي مثلا الأطقم يعني سعرها أقل زي ما انتم شايفين. هنا 3 ريال ونص في حبايبي. هنا أيضا شوفوا هذه حق التجميل 3 ريال ونص. هنا قطع أثاث أيضا 3 ريال ونص. تدوروا كده إن شاء الله تلاقوا المزيد من الأشياء. شوفوا هنا كمان أيضا هنا حبايبي 3 ريال ونص، برضو أشياء مختلفة 3 ريال. هنا 3 ريال فقط لهذا الطقم. بس حبايبي كل إنسان على قد مقدرته. هنا 3 ريال أيضا، نصور لكم يعني على قد ما أقدر. خلاص حبايبي أرجعوا الفيديوهاتي أيضا السابقة بوزير وريالك بركة، وأمس صورت فيدير هوم. خلاص حبايبي هنا أيضا هذا الطقم 3 ريال ونصف. خلاص حبايبي أحاول أصور لكم المزيد من الأشياء، انتظروني. هنا يا حبايبي هذا الطقم 4 عرائس 28 ريال. خلاص حبايبي هنا يا حبايبي بساط الأعداد هذا الأطفال الصغار حبايبي، هنا 29 ريال. تعالوا نشوف الطقم هذا أيضا. هنا يا حبايبي العروسة معاها عدة تجميل معاها أوراق مالية. هنا يا حبايبي ب 16 ريال. تعالوا نشوف أيضا الكوخ الحلو هنا 5 ريال 75 هللة. شوف هنا الطقم اللي بعده، شوفوا مليان طبعا كوخ كوخين كوخين كده وقطع أثاث زي ما انتم شايفين. هنا حبايبي 14 ريال. شوف حبايبي هنا أطقم مختلفة، شوف هذا الطقم كيف. خلاص حبايبي هنا سعره 65 ريال لهذا الطقم. شوف محتوياته هنا حبايبي الطقم هذا زي ما انتم شايفين عدة مطبخ 26 ريال. هنا حبايبي خلاص حبايبي هنا نزلت لكم تحت هنا في القسم السفلي بتلاقوا يعني كده مجموعة ألعاب عبارة عن مكعبات. خلاص حبايبي يعني كده جيتكم في أشكال مختلفة. خلاص حبايبي أسعار مختلفة مثلا زي هذه العلبة. شوفوا يا حبايبي هنا هذه العلبة 15 ريال. خلاص حبايبي يختلف شكل المكعبات وعددها، بس المكعبات طبعا من أشياء تخلي الطفل يفكر ويتعلم. خلاص حبايبي أيضا عندنا ذا السطل الصغير 8 ريال و75 هللة. شوف لكم الباقي بإذن الله. هنا عندنا ذا السطل حبايبي هنا 17 ريال. شوفوا هذه كلها أنواع من المكعبات. شوف حبايبي هذه العربة، شوفوا حتى شكل العلبة يختلف. هنا 49 ريال. خلاص حبايبي هذه ما شاء الله مليانة مليانة مكعبات زي ما انتم شايفين. شوف كده بعيد لكم يعني حتى العلبة حقتها حلوة صراحة مميزة 49 ريال. خلاص حبايبي هذه المكعبات ممكن يشتركوا فيها مجموعة من الأطفال يعني لعب جماعي. خلاص حبايبي فيها تفكير وتنمية للمهارات جدا جميلة. أيضا الحقيبة الجميلة هذه حبايبي 13 ريال. شوفوا جاتكم على شكل حقيبة 13 ريال. عندنا الحقيبة هذه الحلوة كده 20 ريال. خلاص حبايبي كلها مكعبات.
حبايبي هذه الألعاب شوفوا، هذه تشتغل بالضغط يعني حلوة ومسلية، أسعار مختلفة هنا يا حبايبي وأشكال مختلفة. شوفوا كيف تشتغل، شوفوا هنا شكل أسد الظاهر، هنا يا حبايبي 7 ريال ونصف، 7 ريال ونصف. في بعضها يعني طبعا تيجي أقل، هنا دي العصفورة الحلوة هنا 5 ريال 75. هلا لا خلاص حبايبي كده أشكال، هنا البومة الحلوة دي أشكال من البومة، ألوان قصدي يا حبايبي، أيضا 7 ريال ونصف. جيبي لولدك يعني وبنتك الشيء اللي يعجبهم. شوف حبايبي هنا زي الأرنوب هنا 5 ريال و75. هلا لا شوفوا في بعضها يعني شوفوا قوتها كده بسيطة حبايبي. أيضا هنا أشكال مختلفة كمان، حاول أطلع، أوه هذه ماسكة في العلبة يا حبايبي 5 ريال و75. هلا لا شوفوا هذه كيف شكلها، هذه انتوا تعالوا بإذن الله. شوفوا هنا كمان الحوتة دي الحلوة 5 ريال 75. هلا لا يعني الأسعار اللي أنا شفتها بعضها ب7 ريال ونصف وبعضها اللي أصغر كده 5 ريال 75. هلا لا في حبايبي هنا اسمها الدببة، يعني مو بس دببة، أنواع مختلفة من الحيوانات زي ما انتوا شايفين. أشوف لكم يا حبايبي بعض الأسعار، هنا هذا الدب الحلو 10 ريال بس حبايبي، أيضا هذا البطريق 10 ريال. في أشكال طبعا، وفي البطريق هذا نفس الشيء بس حبايبي. هنا هذا الدب أيضا 10 ريال، أيضا هنا 10 ريال يا حبايبي. شوف الخروف هذا ماني عارفة والله، الظاهر 10 ريال أيضا للخروف. انتوا تيجوا طبعا بإذن الله وتشوفوا، لأنه أنا مو كل شيء يا حبايبي. هنا 8 ريال هذا الدب 8 ريال بس حبايبي، بحاول على قد ما أقدر يعني إن أنا أوريكم الأسعار، بعضها ما تكون واضحة. هنا 8 ريال أيضا، شوفوا بس شوفوا الأشكال يا حبايبي، أشكال مختلفة وألوان مختلفة خلاص كده. شوفوا كده هنا أيضا 8 ريال زي ما انتم شايفين. شو حبايبي بالنسبة للدب الكبير، هذا الدب كبير 33 ريال فقط، يعني شوفوا حجمه بالنسبة لغيره. شوفوا كيف هذه الدببة صغار، هذول اللي ب10 صغار، هذا كبير خلاص حبايبي 33 ريال. تعالوا نشوف شيء ثاني هنا حبايبي، هذا القسم هذا طبعا للاحتفالات زي ما انتم شايفين، اوريكم انواع من البالونات واسعارها. هنا يا حبايبي هذه حقة الماء، هذه تنفخ بالمويه، هذا المغلف كله 11 ريال ونصف بس حبايبي. ايضا هنا برضها بالونات تتعبى مياه 9 ريال، والله ما ادري كلها حقة مويه. هنا 5 ريال و75. هلا هذه كلها مويه حبايبي. هنا هذه البالونات يا حبايبي يجيكم ممكن لون واحد، هنا اللون البني معايا 7 ريال. هنا المغلف الكبير هذا مليان باللونات حبايبي، اللون الأزرق 22 ريال. طبعا في أشياء كده أقل، هنا عندنا بالونات حبايبي 2 ريال و25. هلا لا خلاص إيش أوريكم كمان، هنا أيضا حبايبي 2 ريال و25. هلا لا كده نكتفي بهذا القدر.